أما وبأول مساحتنا الصباحية رح نحكي فيها عن المساحة الطبية والتهاب الأعصاب. قد إيه نحن بنعاني من هي القصة، وفي حالات كتير بيلجأوا إنهم ياخذوا إبر فيتامين بي كومبلكس لأنه بيكون معهم التهاب أعصاب بسبب ألم أسفل الظهر وبالإيدين. اليوم رح نتعرف أكثر على هي الحالة، كيف ممكن تشخص، شو هي أعراضها وشو هي طرق العلاج. وضيفنا لليوم وهو الدكتور تامر أخصائي بأمراض الأعصاب وجراحتها. سعد صباحك حكيم. سعد صباحك. صباح الخير دكتور. أول شيء بالبداية خلينا نتعرف شو هو التهاب الأعصاب ببداية حديثنا، بعدين منغوص بتساؤلات كثيرة ببالنا. أكيد. هلأ التهاب الأعصاب هو أي خلل أو مرض يؤدي إلى خلل بوظيفة الأعصاب المحيطية، لأنه نحن هون عم نحكي على التهاب الأعصاب المحيطية حصرا. فهو أي مرض يؤدي إلى خلل بوظيفة الأعصاب. وظيفة الأعصاب تقوم على نقل الأوامر الحركية للجسم ونقل الإحساسات إلى الجهاز العصبي المركزي وتنسيق الحركة بيناتهم وتنسيق الإحساس بالمحيط. طيب عفواً كيف دكتور؟ طيب هلا نحن التهاب الأعصاب حقيقة هو كحالة له عدة تصنيفات. في عنا التهاب أعصاب مزمن، التهاب أعصاب حاد، في عنا التهابات الأعصاب اللي سببها أمراض استقلابية. يعني نحن عم نحكي على مرض متنوع جدا 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 جدا، أعراضه كبيرة كتير بتتعلق بوظيفة العصب المنصب. هلأ الحديث عن هذا الموضوع دائما شائك ودائما مختلط مع مواضيع تانية اللي هي الألم. كتير ناس بتفكر إنه الألم أو أي ألم هو التهاب عصب، وبيجي لعنا على العيادة: يا دكتور أنا عندي مشكلة وراجعت طبيب عصبي، ليش هذا الوجع حاسه عصب عم يوجعني؟ هون لازم ننبه نحن، المقصود بالتهاب الأعصاب بالتعريف هو الخلل بيكون بالعصب نفسه. المرض بيصيب العصب ويؤدي إلى خلل بالعصب نفسه، وليس خلل مثلا نحن إذا الأشياء لحتى الناس تعرف، مثلا لما بيكون في عنا نخر بالسن أو تسوس بالسن أو مشكلة سنية، الحقيقة المشكلة أو المرض هو موجود بالسن نفسه بس، ولكن الألم بيكون شديد. هذا مو معناته أنه المرض بالعصب بعصب السن، لا، هو المرض بالسن ويعالج السن وليس العصب. فإذا معالجة السبب الألم اللي بينقله العصب. هون الخلل مو موجود بالعصب، الخلل موجود بعضو والعصب عم ينقل إنه في خلل، عم ينقل هذا التنبيه، هذا الإنذار اللي هو الألم للدماغ لحتى نقوم بمعالجة المشكلة أو تنبيهه إنه هون في مشكلة لازم نقدر نحلها. دكتور حتى أكيد نعالج المشكلة، نحن اليوم نروح للأسباب اللي سببت هذا الالتهاب. وهو مرض شائع ومثل ما قلت في اختلاطات بالشعور بالألم بالمنطقة بتشخيص الحالة. اليوم شو هي الأسباب اليوم بتسبب التهاب الأعصاب بجسم الإنسان؟ هلا لك حقيقة التهاب الأعصاب أو اعتلال الأعصاب عم نحكي على طيف واسع من الأسباب اللي ممكن تسببها. أنا رح صنفها لحتى الناس تقدر تفهمها بهاي المدة القليلة أو تتقرب من الموضوع بشكل واضح. أول شيء عندك التهاب الأعصاب ممكن يكون الأذية سببها استقلابي. شو يعني استقلابي؟ يعني ارتفاع مواد في الجسم مضرة للعصب. مثلا والأشيع والأكثر شيوعا اللي بنعرفه هو السكر. مستويات السكر العالية بالجسم هذا بتؤدي إلى حدوث اعتلال بأغمدة العصب وبالتالي خلل بوظيفته، هذا بسميه التهاب الأعصاب السكري اللي هو الشائع. هلا من كمان الشغلات الشائعة جدا بالتهابات الأعصاب الاستقلابية هي اضطرابات وظيفة الغدة الدرقية. كمان ممكن نحن نحس انه في عنا صار في اعتلال أعصاب بسبب اضطرابات وظيفة الغدة الدرقية. هلا من الأسباب الثانية لالتهابات الأعصاب وهي شائعة جدا ما حدا كتير بنتبه عليها هي الانضغاط الميكانيكي. هون لازم نميز، وهي شغلة كتير فيها جدل. انضغاط الميكانيكي يؤدي إلى اعتلال بالعصب وممكن يؤدي لالتهاب العصب، والأشع هو التهاب العصب الوركي. التهاب العصب الوركي الناس بتفتكروا إنه العصب هو صار فيه اعتلال أو التهاب بسبب الأذية، لا، التهاب العصب الوركي هو بيصير في انضغاط على العصب الوركي سواء بسبب انزلاق غضروفي أو انزلاق بالفقرات القطنية
او تشنج بالعضله الكمثريه، بينضغط العصب الوركي وبيظهر في عنا اعتلال او التهاب عصب وركي. طبعا في اسباب ثانيه اللي هي اسباب مناعيه مثل الجيلان باري، اكيد كلكم سمعانين فيه كمرض مناعي، مثل الروماتيزم اللي بيصيب العصب هيك بنقربه شوي يعني للمريض لحتى يستوعبه، والتهاب سببه مناعي ممكن يصيب الاعصاب. وفي اسباب طبعا كيماويه وفي اسباب فيروسيه، والاهم واشيع الاسباب الفيروسيه هو زنار النار اللي نحن كلياتنا سمعنا فيه. هذا التهاب فيروسي على مسير العصب، وكمان هو يصنف ضمن التهابات الاعصاب. تمام دكتور، خلينا نحكي اكثر، عم نشوف حالات التهاب الاعصاب عند الانثى اكثر من الرجال، هل هذا الشيء صحيح؟ وهل نقص فيتامين د او هشاشه العظام هي ممكن يعني ندمج هدول الاوجاع مع بعض؟ لانه في كثير ناس بتتوجع بيطلع انه ما في سبب، هو سبب العصب، هو بيكون ممكن هشاشه، ممكن اي سبب ثاني. خلينا نحكي يعني بمنطق عن نقص الفيتامينات بالجسم، هل هو نفس الوجع؟ كيف فينا نميز بيناتهم؟ هلا الحقيقه لك هذا اللي قلته انا، انه الخلط بين الاحساس بالالم وبين الاعتلال بالعصب. تمام. هلا برجع بقول لك هشاشه العظم ونقص الفيتامين د وهذا كله ممكن يعمل الام بالاوتار، الام عظميه، الام بالعمود الفقري بشكل واضح بدون ما يؤدي الى اعتلال بالعصب. العصب هون شغلته عم ينقل الاحساس. الاشيع هو الام الاوتار، يعني دائما الم بالايد اليمين او بالايد اليسار او بالكتفين او بالرقبه، بتجي انه والله يا دكتور انا اعصاب ايدي كلها عم توجعني. هي مو الاعصاب اللي عم توجع، العصب هون عم ينقل الاحساس، وهذا العصب اللي عم ينقل الاحساس مانو مريض. المشكله بتكون بالوتر او المفاصل الملتهبه او المتالمه او المتنكسه عند الستات الكبار بالعمر بسبب العمر وتقدم العمر والشغل المضني اللي كان بالبيت عبر السنين. حان لازم نعرف شغله كمان وننتبه عليها، انه العصب هون مثلا بالام الايدين او الالام بالطرفين العلويين خاصه اليدين، هون العصب عم ينقل وجود اذيه بالمفاصل وبالاوتار. ولكن مع الزمن تضخم المفاصل والاوتار بسبب الاستخدام المتكرر بالرغم من الالام، نرتاح لنا يومين بنرجع بنشتغل في البيت، نرجع بناخذ مسكن نرجع بنشتغل في البيت، تتضخم المفاصل، تتضخم الاوتار، وممكن ينضغط العصب اللي مارق للايد اللي هو العصب الناصب، ويصير عندنا شيء بنسميه نفق الرسغ. اوكي. الام العمود القطني اللي عم يعني بتنبهنا انه في مشكله بالعمود القطني، ممكن مع الزمن تتضخم كمان مفاصل العمود القطني ويتضخم الديسك او يتبارز الديسك ويساوي لي تضيق قناه ويضغط على الجذور العصبيه ويعطيني الم العصب الوركي. اذا الامور مرتبطه ببعضها بشكل وثيق. وكثير مهم انه نحن نميز نحن باي مرحله، هل في مشكله فعلا بالعصب ام انه العصب عم يتنبه لحتى يعطينا احساس انه في مرض او خطا بهي المنطقه، لازم ندير بالنا ونحط خطه للعلاج. طيب دكتور، قبل ما نروح لخطه العلاج خلينا نحكي اليوم عن عوامل الخطوره بالتهاب الاعصاب، وذكرت حضرتك نقطه انه نحن بالمفاصل العلويه بصير عندنا الم احيانا هون، يعني بصير خاصه بعمليات الشد، يعني عم تمسك شيء قاسي، عم تفتل شيء بايدك، تحس مثل صار في شيء خزق او لمعه كثير قويه بالايد. يعني اليوم شو نحن هون عم نحكي على ازيات بالاربطه اللي مثبته للمعصم، وهي شائعة جدا. نحن عم نطبق قوة ونعتمد على متانة هي الأربطة، والحقيقة كثير من الحالات ستات البيوت بسبب الحركة هي بصير في تمزقات متعددة ومزمنة في الأربطة تبع المعصم، وبنلاقي انه بلشت تظهر عنا هي الأعراض المؤلمة جدا بالحركة. بتقول لك انا عندي لمعة، معناتها المشكلة بالعصب؟ لا، هو المشكلة مو بالعصب، هي المشكلة بالأربطة تبع المعصم، والتنبيه عم ينقله العصب بشكل ألم حاد. كثير مهم نحن نعرف انه من عوامل الخطورة اول شيء التقدم بالسن، هي دائما موجودة. اثنين تنقلنا الأمراض المزمنة، اضطرابات الغدة الدرقية او اضطرابات السكري، هي كثير كمان من عوامل الخطورة ظهور اعراض التهاب الأعصاب.
ثلاثة المشاكل اللي بيكون بالعمود الفقري، طبيعة الحياة الإنسان اللي بيعيشها بتأهب لاعتلال الأعصاب، اللي عنده دائما وضعيات خاطئة بالعمل، اللي عنده إجهاد وإرهاق بالعمل، هذا مؤهب أكثر لحتى يصيبه اعتلال الأعصاب. تمام دكتور، خلينا نفوت برحلة العلاج، كيف منبلش؟ هل صحيح نحن ناخذ فيتامينات مثل بي كومبلكس يعني او فيتامينات ثانيه لحالنا اذا حسينا بوجع؟ وخلينا هيك نحكي انه بالبدايه المسكنات هل هي حل جذري ولا لا؟ اكيد لا. لا لاحظي انه انا لما نحكي على الاسباب ما جبت سيره نقص فيتامين بي 12، بالرغم انه هو علميا وطبيا احد الاسباب والمهمه لحدوث اعتلال الأعصاب أو التهاب الأعصاب. طب ليه اللي عم نشوف بهذا الوقت إنه كتير في نقص بي 12 وفي طب أنا رح أركز في الموضوع هون. أنا ما حطيته بالتصنيف لحتى ما نشوش على الناس. نحن أي خدر وتنميل في الجسم أو أي ألم في الجسم، أي حدا بالشارع رح يقول لك والله خدي بي 12 لأنه ممكن يتحسن، وهذا خطأ. فعلا هو نقص الفيتامين بي 12 او نقص فيتامينات ممكن يؤدي لاعتلال اعصاب، حتى الى اعتلال دماغ واصابات دماغيه في حال النقص الشديد. هي النسبه من الناس هي قليله جدا 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 اللي بيكون نقص بي 12 هو سبب الاعراض، وهو سبب الاعراض، يعني الاعتلال الاعصاب سببه نقص الفيتامين بي 12. ليش؟ لانه اول شيء البي 12 هو متواجد بكثره بغذائنا اليومي، ثاني شيء امتصاصه سهل، ثالث شيء شاع استخدامه بشكل كبير بمعظم المتممات الغذائية أو الفيتامينات. هلأ الناس اللي عندهم أمراض بالمعدة أو عاملين عمليات جراحية للمعدة، هدول أكيد مفروض نحن ننتبه أنهم ياخدوا الفيتامينات بشكل متكرر ودائم وتحت إشراف طبي. هلأ الموضوع تبع أنه عندي اعتلال عصب بسبب تاني، لنقول سكري، عندي ديسك، عندي انزلاق غضروفي، عندي أي سبب لاعتلال عصب، شو دور الفيتامين بي 12؟ أنا ما عم أقول أنه عندي خدر وتنميل أو عندي وجع بإيدي شو دور البي 12؟ هون في فرق كبير. أنا عندي مرض مشخص، شو دوره للبي 12؟ الحقيقة الفيتامين بي 12 له دور بأنه بيساهم بتغذية العصب، في بناء غمض العصب، وممكن يكون له بالدراسات الجديدة تأثير مسكن خفيف للآلام تبع العمود تبع التهاب الأعصاب أو آلام التهاب العصب. هون ممكن ينوصف بس بإشراف طبي للمرة الثانية، بقول لأنه زيادة نسبة الفيتامين بي 12 بالجسم تعطيني نفس أعراض النقص فيه، يعني التسمم فيه إلى نفس الأعراض النقص. هون لازم يكون في دائما متابعة ومعايرة للموضوع وتدقيق مع المريض أنه أنت بتاخذ هدول الفيتامينات ولا لا. هلأ لنحكي مثلا المرضى دائما بيروح، كثير من الناس كثير من اللي عم يسمعنا حاليا ما في مرة تعب، توجع من رقبته، توجع من كتفه، تشنج، وجعته رجله، إلا راح عند صيدلي وأخذ الإبر وقال له خذ هاي الإبرة هاي 6 شهور بتخليك تتحسن وأمورك بتكون منيحة. من حسن حظنا إنه نحن الفيتامين بي 12 بينطرح، هو قابل للانحلال بالماء، فهو بينطرح بالكلية عن طريق البول بشكل كبير، بس ولكن سوء استخدامه بشكل كبير بيؤدي للتسمم فيه. اما سوء استخدامه اللي عم نلاقيه هون الجسم عم يقدر يعوضه. طبعا ما بيضر انه ناخده، اذا كان موضوع هو كورس عابر لفتره ممكن الجسم يتحمله. الاضرار عم بتكون خاصه عند بعض الناس اللي قلت لك عندهم آلام مزمنة بياخذوه بشكل متكرر، ارتاحوا مرة أو مرتين قلت لك له تأثير مسكن خفيف، بيرجعوا بصيروا بياخذوه بشكل عشوائي، أو الناس اللي بتمارس رياضة أو اللي حابة دوما تحافظ على شبابها، هدول كثير بنلاحظهم إنهم كل أسبوعين ثلاثة بياخذوا إبرة، سواء في ألم ما في ألم، حاسين بأعراض ما في أعراض، بياخذوا إبرة، وهذا خطأ وممكن يؤدي إلى أذية دائمة. هو إبرة بتاخذ ولا كورس كامل لازم؟ هلا برجع بقول لك هو لا ابره ولا كورس حسب الظرف تماما، قديش عياره نحن نحط التعويض ونعرف شو السبب، اذا هو في نقص
ولا في اعتلال عصب بدنا نحن فقط نساعده، ولا في عندنا نقص بسبب سوء امتصاصه. أوكي. كل واحد له علاج وله طريقه معينه للعلاج. طيب دكتور خلينا نروح وقائيا اليوم، اي حدا عم يسمعنا اليوم في امور كثير ممكن نعملها بحياتنا اليوميه توفر علينا رحله كبيره من العلاج والادويه، اليوم شو اهم هيك النقاط المفروض نحن ننتبه عليها؟ هلا عليك اهم واشيع شيء نحن عم نحكي، اذا عم نحكي فعلا عن التهاب العصب، انه نحافظ على الصحه العامه ونرجع للمقولة القديمة اللي تعلمناها ونحن صغار، دائما العقل السليم في الجسم السليم، ونحن دائما بنقول العصب السليم في الجسم السليم. يعني مريض سكري ما بيصير يكون مهمل للسكر وما ينتبه انه هذا سوف يؤدي بعدين لالتهاب عصب سكري. اذا الاهتمام بالجسم بشكل عام لانه هو الحاضنة الحقيقية للعصب. اثنين، الابتعاد عن التوتر والضغوط، لانه الضغوط النفسية والتوتر المزمن بلا شعور تؤدي لظهور أعراض عصبية، زيادة الأدرينالين والكورتيزول الأسود في الجسم. نحن دائما نقول إنه والله أنت مشكلتك نفسية، بيدقر المريض أو المريضة إنه أنا لا ما عندي مرض نفسي. لا، مو مرض نفسي، البنية التوترية أو التوتر المزمن اللي بتعيشه ممكن يؤدي إلى اعتلال بالعصب. فنحن هون لازم كمان بننصح الابتعاد عنه، الابتعاد عن التدخين، محاولة ممارسة الرياضة. الرياضة كتير بتساعد الجملة الهيكلية والعضلية للجسم، وهي بالتالي بتحمي وبتوقي العصب. تمام، يعني دكتور خلينا هيك قبل ما يداهمنا الوقت بس هيك نطرح تنبيهات عن المسكنات يلي عم تتاخذ بشكل عشوائي، يلي جار عم توصفها لجارتها، يمكن عم نشوفها على النت، اي نوع من المسكنات نحن عم ناخذها نرتاح يوم او يومين، ولكن مثل ما ذكرت حضرتك لازم يكون في حلول من خلال الرياضه، من خلال معالجات تانية. اليوم أضرار المسكنات على صحتنا قديش كبيرة؟ هذا سؤال مهم وكتير كبير حقيقة، حتى في بعض الحالات. يعني أنا استغربت أنه مثلا برنامج إذاعي عم تسمع عليه أنه إيه يا حجة شو المشكلة، والله عم توجعني ركبتي، إيه خدي فلان دواء. أوكي. من الأسماء هذا يعني أوكي. وحتى نحن بنطلع ببرامج وفي اتصالات للمشاهدين، وصف اسم الدواء المسكن بيرتبط بحالة المريض، وهذا اللي بدي ينبه عليه. نحن معظم الأدوية المسكنة اللي بياخدوها الناس اللي هي مشتقات الديكلون، كتير ناس بتقرأ أسماء ما بتعرف إنه هذا مشتق من الديكلون أو الديكلوفيناك، الناس بتعرفه كله هذا الاسم. سكن ألم، هذا بيرفع الضغط، هذا بيؤدي إلى أذية بالكلية في حال الاستخدام المزمن، ممكن يؤدي إلى اضطراب بالسكر، يؤدي إلى احتباس بالسوائل. نحن لما بنستخدمه بهدف، مو بس التسكين، في له هدف ثاني كمان هو مضاد التهاب. استخدامه عند الكبار بالعمر ممكن يؤدي الى كوارث استخدامه العشوائي. انا ما في مريض بكتب له وصفه بالعياده الا ما نكون سالينه عندك ضغط، عندك سكر، عامل تحاليل للكليه، ممكن نستخدم هذا الدواء او ما ممكن نستخدمه. فبالتالي الاستخدام العشوائي للمسكنات اول شيء فيه خطوره حقيقيه، ثاني شيء فيه مثل نحن عم نغطي على المشكله. هلا لما بنكون طبيب وعرفان شو اساس المشكله وبيعرف انه ما لها حل حقيقي طبيا، ممكن نستخدم مسكن لتخفيف معاناه المريض. اما انه نحن نغطي على المشكله بدون ما نعرف شو هو الحل الحقيقي كحل وليس كتغطيه او تسكين، هون بيؤدي الى تفاقم المرض في كثير من الحالات. نعم دكتور، الحقيقة معلومات كتير مهمة، واليوم مثل ما قلت اليوم الأوجاع كتير، وخاصة ضمن الظروف اليوم الإنسان كتير عم يتعب، ومثل ما قلنا اليوم حتى الوضع الاقتصادي ما عم يساعد اليوم أنه يكون الإنسان عم يبني جسمه بالشكل الصح. فنتمنى هيك الصحة والسلامة للجميع، يكون كل المعلومات اللي ذكرناها استفادوا منها أكيد، يعني ونحن أكيد منهم. شكرا دكتور تامر لحضورك، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك، نهارك سعيد.